بشمال سوريا في تجربة لفنان حقيقي، فنان سوري ابتكر، يمكن أسس أطلق متحف تراثي من العهد المسماري، وهو مهجر من أهلنا المهجرين بشمال سوريا، هو عبد المعطي سعيد، اللي حول وهو مصمم ديكور، حول كهف قديم ببلدة عقربات بشمال إدلب بالقرب من الحدود التركية إلى متحف تراثي متكامل. طبعا هذا المتحف التراثي المتكامل بضم قطع أثرية حقيقية انوجدت بهذا المكان، وأكيد أخذت منه جهد، وهي مو أول مغارة. أكيد رح نعرف أكثر من الأستاذ عبد المعطي سعيد عن مشاريعه، رح نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك سيد عبد المعطي على هوا راديو أورينت. أهلا وسهلا فيكم. نحن عم نشوف وعم يشوفوا معنا المشاهدين من خلفك المتحف اللي أنجزته. أول شيء، منين إجت الفكرة أستاذ عبد المعطي برغم كل الظروف الصعبة اللي عم تعيشوها بشمال سوريا؟ أستاذ الكريم، يعني هو أولا أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير لكم ولمستمعيكم ولمشاهديكم. بس أنا ما عندي كاميرا ماني شايفكم، ما بعرف إذا كان هذا هو. نحن شايفينك، الصورة كتير واضحة، وشايفين وراك المغارة، وشايفين وراك القطع الأثرية حتى اللي حاططها. تفضل خد راحتك. تمام. لا، هو في كل زمان ومكان الإنسان هو الإنسان، هو صاحب حاجة وضرورة، ودائما الإنسان من خلال حاجته بيبتكر وبيجتهد حتى يصل لهدفه أو مبتغاه. يعني على مر العصور والحضارات القديمة كلها، عندما الإنسان يشعر بالعطش يحفر بئر، عندما يشعر بالجوع يستصلح أرضه ويزرعها، عندما يشعر بالفقر يبني حصن أو قلعة. ونحن بهالظروف كمان عنا حاجات وعنا ضروريات، فهو هي أكثر من مغارة وأكثر من عمل. حبيت أنوه بالبداية على شغلة هون كتير مهمة، وأغلب الناس يعني عم تكون في خطأ. المغارات اللي أنا اللي موجود فيها حاليا، واللي تفضلت حضرتك حكيت عنها والأستاذ حكى عنها أنه هو فيها حضارة مسمارية، هذول المغارات أنا اللي حيفرهم، أنا صممها. طبعا هاي المغارة اللي موجودين فيها، نحن عندي أشياء تراثية كانت يعني مقتنيات قديمة، فحبيت أحافظ عليها، أعرف الشباب أو الجيل عن التراث، كيف كان الإنسان القديم عايش، كيف إيش كانت أدواته، إيش كانت أوانيه، طرق الدفاع، طرق الإنارة، لأني في جيل كامل ممكن من 20 سنة إلى 15 سنة أو أقل أو أكثر، فعاش ظروف حرب ما بيعرف شيء عن هالتراث هذا، يعني عاش بفترات خوف ورعب. فهلأ بالوقت الحالي قدر المستطاع اللي عم يجي عم نشوف الأطفال حوالينا، عم نحاول هيك يعني يكون هو متنفس له، هو بنفس الوقت مضوع على هالأشياء، الطاحون كيف كان الإنسان يطحن، الإنارة على السراج والزيت، يعني بنشرح لهم بعض التفاصيل الصغيرة لحافظ على التراث أجدادنا. وعم تيجي الناس أستاذي؟ إيه طبعاً، يعني في كتير، في زيارات يومية طبعاً، يعني كل شخص بخبر وبحسن بيجي للمنطقة بيجي يستضيفه وبتفرج وبياخذ صور تذكارية إلى آخره. فهي يعني هي حفر، أنا ما هي كهف منسي أو كهف موجود أو كهوف موجودة وأنا حولتها أو عدلت عليها أو أضفت، فهي كلها أرض بكر مسكرة أنا حفرت فيها المغارات. وحدة استخدمتها هلا حاليا موجودة هون على شكل مضافة وشكل متحف تراثي شرقي، ومغارة تانية هي الهدف منها يعني كمعهد تعليمي لإصلاح الإلكترونيات. إذا يعني كنت عم تقول أستاذ عبد المعطي إنه النقوش المسمارية حضرتك اللي ناقشها بإيدك، وبالإضافة لأنه في قطع أثرية أصلية حضرتك جايبها وحاططها بهي المغارة لحتى تعرف الأطفال على التاريخ، هذا التفصيل يعني هذا الشغل كله توقعته ياخذ هذا الصدى بالإعلام ومن الناس، ولا يعني فاجأك؟ هو في الحقيقة أنا ماني متفاجئ بشيء، لأني أنا منفذ مشاريع ضخمة أكبر من هاي المغارة بكتير، يعني منفذ مشاريع من 2006 لحد الآن، يعني مشاريع عالمية. بس كان الإعلام قبل الثورة يعني محصور بالنظام. طب تعطينا فكرة عنها لو سمحت، فرصة لنعرف هاي المشاريع من 2006 لهلا، تعطينا فكرة عن بعضها؟
تماما. استاذ عبد المعطي، كنت عم بسالك انه اذا بتعطينا فكره عن هذه المشاريع اللي كنت عم تقلنا عنها، المشاريع السابقه اللي هي كانت اضخم. تماما استاذ. هلا المشاريع السابقه هي من 2006، هي في منها مطاعم، في منها مزارع بتحكي عن عده حضارات وعلى شكل قلعه وسلسله من الكهوف، فيها يعني 5 كهوف سلسله على شكل جبل وعلى ظهرها 3 شلالات، كهف مغلق وكهف صيفي وكهف شتوي وكهف فجوي تحت شلالات، ومزرعة ضخمة كبيرة، وبتحكي يعني كتير عن حضارات مرت على من الحضارة الفرعونية حتى حضارات متأخرة. وفي عدة مشاريع يعني الحديث عنها يطول، موجودة كلها على صفحتي منشورة طب يعني. استاذ عبد المعطي، بما انه المغاره هي للحديث عن الحضارات اللي تعاقبت على سوريا وتعريف هذا الجيل، تقريبا هلا انت بالزيارات اليوميه المتكرره للناس، يعني واحد من الاهداف حققتهم، هي المغاره يعني شو لسه انت مخطط لها مستقبلا، او شو في بعد هي المغاره مشاريع تانية؟ هلا هو انسى يعني قبل كل شيء، يعني قلت لك اي عمل بيكون له عده اهداف. يعني اول هدف نحن بهالمكان هون هي المغاره، يعني بحثا عن الامان، امن رقم واحد. رقم اثنين لعدم توفر التكنولوجيا والكهرباء وهالاشياء، فهي بارده بالصيف ودافئه بالشتاء. يعني الشيء الثاني في مثلا هي يعني عم نعرف الناس او بشكل عام كل الناس انه في مغارات يعني ما قبل الانسان. هي هالمغارات تحمل شقين، شق يعني هي قبل الانسان اللي فيها صواعد ونوازل و يعني تجاويف واخاديد وتشققات صخريه، ومن ثم اكتشف الانسان ودخل سكن الانسان وعنده حضاره في ذلك الحقبة، هي مثلا أول كتابة عرفت أو عرفها الإنسان، كتابة المسمارية، وفيها أعمدة قديمة أثرية، وفيها لوحات، وفيها منحوتات، وفيها هالأشياء هي يعني. والهدف الثالث مثل ما قلت لك يعني كصاحب شغل، هلا هي ما هي لألي أنا، ما كل المشاريع اللي بشتغلها هي خاصة فيني. يعني شخص عنده مشروع، عنده فكرة، ف بيوصل لي الفكره وانا بحفر بصمم، او ممكن في ابنيه فوق الارض، دائما في كثير ابنيه او مشاريع فوق الارض، بس من ضمنها من نعمل كهوف من العصر الحجري. يعني هي بالاخير مشاريع للاستفاده، ممكن الماديه او الاستفاده يعني الفكريه او التعريفيه. فكرت تعمل مشروع فكري او تعريفي او تعليمي بما يخص هذا الموضوع، يعني العصور الجيولوجية، الحضارات إلى آخره؟ والله هلا هو يعني كان دائما انا بتمنى انه يعني نعمل مشروع ينفع الناس او ينفع الشباب، انه هو يعني حدا يدعم هذا المشروع، انه على شكل جامعة او معهد ندرس هاي المادة بشكل أكاديمي، بشكل حضاري عملي ونظري، لأني يعني هالاختصاص هاد ما هو موجود في أي يمكن بلد في العالم أو أي مكان في العالم، لأني هالمهنة هاي أو هالمادة هاي هي بتجمع بين الهندسات كافة وبين الفن ككل. يعني لما اليوم الإنسان بيصمم أي مشروع سواء تحت الأرض سواء فوق الأرض، محتاج لمثلا الهندسه المدنيه او الانشائيه، محتاج لهندسه العماره، يحتاج الزراعه، لان اعمالنا كلها نحن مدخل شكرا الزراعه. جزيلا. بس عذرا منك استاذ عبد المعطي، سعيد وقتنا انتهى، شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات ويعطيك الف عافيه يا رب.